وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في المشهد لديك وحدثنا أكثر عن يعني استقبال المصابين وأيضا دخول المساعدات إلى معبر رفح اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. نبدأ بالخبر الأبرز اليوم، وهو دخول الطفل الذي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وناشد الدولة المصرية ليتلقى العلاج هنا في جمهورية مصر العربية. فوجه فورا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة نقل المصابين الأطفال إلى المستشفيات المصرية، وبالطبع بجانب ذلك الأطفال الصغار الحضانات يتم وضعهم في الحضانات المختلفة في المستشفيات العامة، ولكن تحديدا الطفل عبد الله صاحب ال 11 عاما الذي ناشد جمهورية مصر العربية بشكل مباشر وصل بالفعل إلى الأراضي المصرية وتحول بعد ذلك إلى مستشفى معهد ناصر، ربما قد يكون على وشك أن يصل الآن إلى مستشفى معهد ناصر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا، بعد دخول الطفل عبد الله الفلسطيني إلى الأراضي المصرية وصل عدد المصابين الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية إلى 9 مصابين حتى الآن يتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا نتحدث عن الشاحنات المختلفة. الشاحنات أيضا يعني تم تجهيز ما يقرب من 100 شاحنة. بالفعل هذه الشاحنات دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولكن ما زال إجراءات تفتيشها من قيام قوات الاحتلال ليتم السماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية جاري الآن، ولم يستقبل الهلال الأحمر الفلسطيني أي من هذه الشاحنات حتى الآن. الفكرة الأولى أن شاحنات الوقود يعني ليست كافية لنقل هذه الشاحنات من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الأماكن المحتاجة مثل عن طريق الأونر بالطبع، ولكن الشاحنة الأولى التي دخلت بالأمس شاحنة الوقود يتم استخدام هذا الوقود لهذه الشاحنات ليتم نقل هذه المساعدات. بالإضافة لذلك مطار العريش الدولي ما زال يستقبل أيضا الطائرات والمساعدات المختلفة. نتحدث عن 5 طائرات وصلوا بالفعل إلى مطار العريش الدولي، منها بالطبع طائرة من الإمارات، طائرة من الكويت كما ذكرت ضمن الجسر الجوي، طائرة من عمان، طائرة من روسيا، ولكن طائرة الروسية محملة بشيء خاص وهي يعني محطة تحلية للمياه، وهي سيتم نقلها إلى قطاع غزة لتساعد على فكرة شح المياه المتواجد داخل قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، كان هناك زيارة اليوم للسفير دياب اللوح وهو السفير الفلسطيني في جمهورية مصر العربية، استقبله محافظ شمال سيناء اليوم وقاموا بجولة في معبر رفح وأيضا مستشفى العريش وعدد ومستشفى الشيخ زويد الميداني ليتفقدوا المصابين من الأشقاء في فلسطين أيضا ويرسلوا لهم السلامات المختلفة. قاموا بهذه الجولة ثم تحرك بعد ذلك السفير الفلسطيني من محافظة شمال سيناء ليعود مرة أخرى إلى القاهرة، لكن صحيح. هذا لا يمنع أيضا فتح بوابة معبر رفح طوال الوقت لاستقبال المصابين. سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري، أيضا الشاحنات دخلت بالفعل كما ذكرت ليتم تفتيشها من قوات الاحتلال، وأيضا الرعاية الكاملة في جميع المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال الأشقاء في فلسطين. جزيل الشكر لك الزميل كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من العريش.